افتتاح مهرجان الجونة وإطلالات الفنانات، عايزين نعرف رأيك في مين كانت صاحبة أجمل إطلالة أو وفقت في اختيار الفستان ومين لم توفق في اختيار الفستان. طيب خلينا ان احنا نتناقش في حاجة الأهم دلوقتي اللي هي فكرة الإطلالة. ده مصطلح جديد ظهر لينا الفترة اللي فاتت. الإطلالة مش بس فستان، إطلالة ميك اب وشعر وجولري والاتيتيود بتاع الفنان. كل واحد له ذوق وله اختيار، ومفيش فنانة بتلبس حاجة مش مقتنعة بيها، لازم تبقى مقتنعة بيها 100%. فده بيبقى ذوقها الخاص، مينفعش ان احنا نصنفه بالأحسن أو نصنفه بالأسوأ أو نقول وفقت أو ما وفقتش. مفيش واحدة ست في الدنيا في العالم دايما موفقة على طول في ظهورها، في ملابسها، أي ست عادية، في فرح، في خطوبة، في أي مناسبة، مش دايما بتبقى لها التوفيق. ده نمرة واحد، لأن أنا شايف إن إحنا لازم كلنا الأول إن إحنا نقول إن المهرجان in general موفق جدا وافتتاح إليجنت وشيك، وان الناس كانت على مستوى الحدث. يعني انا ما شفتش واحده لابسه اقل من الحدث. هو ده اللي ممكن نتناقش فيه، ان حد يكون رايح مثلا، وبنشوفها في الرجاله اكتر. يعني احنا بنشوفها مثلا لما بنبقى في مهرجان سينما القاهره مثلا سنه فاتت، وكان في مخرج كبير جدا جدا وطالع لابس جينز على المسرح وهو عضو في لجنه التحكيم. ده اخفاق، مش الست اللي بتخفق على فكره. فده نمره واحد. اتنين، انا شايف زي ما بقولك كده، حفل افتتاح كان هايل، كلهم كانوا جمال جدا، كله كان لابس بذوقه. اللي انا حبيتهم بقى، يعني انا هقولك اللي انا حبيت لبسهم قوي، منى زكي جدا وامينه خليل جدا، سبا مبارك جدا، اروى جوده جدا. يعني انا حسيت ان هم فاهمين هم رايحين فين. مايا دياب مثلا، مايا دياب دي يعني قصة تانية خالص. ليه قصة تانية؟ لا مايا، بصي مايا فيزيك بتاعها لو حطيتي عليها اي حاجة تطلع حلو. مايا قصة تانية. فاعتقد ان الاربعة دول، يعني انا كذوق ليا انا كبيج، انا حبيت الاربعة دول جدا. عايزين نعرف اي حضرتك من وجهة نظرك ليه بقى، يعني كانوا مميزين ازاي؟ الاطلالة كاملة كانت حلوة ازاي؟ هقول لك، يعني منى اختارت لون مناسب جدا للمكان، اللون البلوسيا الفاتح، وبيليق عليها جدا، وكيوت وسامبل ومش دوشة، وفي نفس الوقت سكسي في حدود شرحه. اروى، انا بحب لبس اروى جودة جدا. يعني اروى من الفنانات القليلات اللي هي عارفة هي بتعمل ايه. أمينة، رغم اختلاف الناس على الفستان امبارح، أنا حبيت الفستان على أمينة. يعني يمكن أنا مش أحبه على الشماعة، بس حبيته على أمينة. أمينة بتعرف تختار لنفسها كويس قوي، بتعرف اللوك اللي هي عايزة تظهر بيه دلوقتي، أنا عايزة شكلي يبقى عامل إزاي. سبا كيوت يعني، واختيارها للون بالريش لا أنا كان عاجبني قوي. درة كانت لابسة جوش حبايقة. يعني ما فيش، في ناس كده يا جماعه ما ينفعش ان احنا يعني نزايد في الكلام عليها. في ناس ما مش خاضعه للتقييم يعني. ودره من الفنانات الشيك الاليجنت جدا، ولا خلاف ولا جدال. مي عمر، فستان كان لازم يبقى اوسع شويه. السوشيال ميديا كله بيتكلم عن اغرب اطلاله لفنانه تونسيه ايمان الشريف، ايه راي حضرتك؟ بصي هقول لك حاجه، ما هو احنا لازم يبقى عندنا ثقافه الاخر وثقافه الاختلاف، وان مصمم الازياء في مصر مش زي مصمم الازياء في تونس، مش زيه في المغرب. له موروثات معينه وله تقاليد معينه وله خلفيه وتاريخ مختلف. فما تقدريش تقولي ان دي مساله اذواق، ذوقي غير ذوق فلان غير ذوق فلان، فما تقدريش. هو يمكن الموضوع كان هي في حته الاوفر دريست، يعني اللي هو الليدي غاغا قوي، يعني تفهمي ازاي؟ يعني ده كده في ناس بتحب، في ناس بتلبس كده. احنا ما بنروحش مثلا مناسبات وبنلاقي ناس لابسه اوفر دريست وكولات كبيره وبنطلونات فيها دي اذواق يا جماعه. يعني ما نقدرش نقول ان هي اخفقت، هي ما اخفقتش، هي ده ذوقها.